الأخ أبو مهند الحماد يقول: نحن مجموعة نخرج للنزهة في منطقة تبعد عن الرياض قرابة 60 كيلومتر، يقول: ونرجع في نفس اليوم، بعضنا يجمع وبعضنا لا يجمع، فما الصحيح؟ بالنسبة ليقول من يقول بالتحديد، نعم، وأن أقل ما تقصر فيه الصلاة هو مسيرة يومين، فهذه يحددونها بأربعة برد، وأربعة برد بالقياس المعاصر 80 أو 82 80 أو 82 كيلا كيلومتر، هذا على قول بالتحديد. وبالتالي على قول هؤلاء لا يجوز القصر إذا خرج الإنسان دون هذه المسافة. أما على الراجح فإن المسافر متى خرج من بلده ولو كان ذلك لأقل من هذه المدة، إذا كان عفوا إذا أقل من هذه المسافة فإنه يقصر، لما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ قصر. وفي كلا الحالين قلنا 3 أميال لأنه في شك من الراوي، قال 3 أميال أو 3 فراسخ. لو أخذنا بالأكثر 3 فراسخ أقل من التحديد الذي جاء، لأن البريد 4 فراسخ، وبالتالي 3 فراسخ يدون البريد. وحديث ابن عباس القصر في 4 برد يعني يزيد 16 فرسخا، وبالتالي حديث أنس رضي الله عنه، حديث ابن عباس حديث ضعيف، حديث أنس في الصحيح أنه كان إذا خرج 3 فراسخ قصر. وبالتالي إذا خرجوا خروجا استعدوا فيه للسفر وتهيئوا فيه للمفارقة مفارقة المكان فإنه يكون سفرا، لكن إذا كان سيذهب ويرجع في نفس ذهابه أو في نفس يومه هذا لا يعتبر سفرا، لكن كان سيبقى يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك فإنه يكون مسافرا. نعم، إذا يعني الأولى لا يترخصوا يا شيخ برخص السفر في حالتهم هذه. على هذه نعم لا يترخص. نعم، أحسن الله عليكم.